وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. 7 سنوات مضت وما زالت سبايكر تستفز الوجدان الإنساني بمأساة شهدائها الشباب وبشاعة منفذيها الذين اتصفوا بالجبن والخسة، وقد أصبحت سبايكر واحدة من أمثلة العالم في قضايا الإبادة الجماعية التي قامت على دوافع طائفية كما وصفتها الأمم المتحدة قبل أيام. ولكن مع مضي 7 سنوات ما زال ملف سبايكر ونتائجه يحمل جملة من الأسئلة، فالعديد من الشهداء مفقودون والعديد من المتهمين طلقاء أو أحياء في السجون، فمتى تكمل الحكومة إيقاع القصاص بمن قام بهذه المأساة ولتقطع سبيل الطائفية التي عاد البعض يعزف عليها كوسيلة في حملته الانتخابية؟ وما الذي يعيق إتمام الكشف عن 600 مفقود وتسليمهم لذويهم؟ ولماذا يتعطل تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المتهمين فيها؟ ما المخطط الطائفي الجديد الذي يظن البعض أنه سينجح بدعوى تهديم بعض الأماكن الدينية؟ ألم يتعلم المخططون لذلك ومن يدعمهم دوليا من سبايكر أن الطائفية لن تمنحهم مجدا وطنيا وتغطي على فشلهم؟ 7 سنوات على سبايكر لكنها ما زالت تحمل الأسئلة، سنناقش هذا اليوم وبلا أقنعة. لكن قبلها دعونا نقف على المأساة مع الزميل محمد الكعبي. سبع سنوات وجرحها لا يندمل، إنها فاجعة العصر. سبايكر خطفت أكثر من 1700 شاب، قتلت أحلامهم وثكلت أمهاتهم ورملت نساءهم وأحزنت ذويهم. نهر دجلة في 12 من شهر حزيران صار أحمر اللون، امتزجت دماءهم بخجل التاريخ وهو يسجل هذه الكارثة. عويل الأمهات على المذبحة يشرح لنا ألم الموقف، فالقصور الرئاسية صارت قبورا ورائحة الموت فيها تفوح في كل مكان. خابر هو هذا أبو عمر مرسمي، قال له أبو محمد، قال له إيه، قال له علاوة عايش يمنع عم انصدم، علاوة عايش، علاوة خابرنا وخذوا التليفون من عدة دواعش وانقفل مقفول وهل محضرين للفاتحة، فما حكيت، قلت له علو عنا علاوة عايش، فاثنيناتنا نهارينا الوكا. أما الناجون فيسردون قصصهم وكأنها قصص هوليودية لا يستوعبها العقل ولا يتقبلها المنطق، لكن ما حصل من حقيقة على أرض الواقع يحتم علينا أن نصدق ما يقولون. أقوى تأثير بالعالم هذا كله. أما من تعاون مع داعش وقتل الشباب لا يحسب على أهل تكريت، فموقف أبي عامر المرسومي وأم قصي والشهيدة أمية الإجبارة وأهل ناحية العلم والضلوعية، هذه هي مواقف أهل تكريت. أما النشاز فلا يحسبون على أهل المدينة. أقول لحجي والله إذا يروح شاب عراقي بالبصرة خسارة على العراقيين، الله شكل مسويني مبكي. أما أهل الشهداء فهم ينظرون إلى الآن إلى من يحاسب جميع المجرمين المتسببين بالفاجعة. وحتى أرواح الشهداء ترقد في مقبرة وادي السلام وعيونهم على من يأخذ الثأرة من الإرهابيين. القضية فعلها من يريد إشعال الطائفية، لكن مواقف الوطنيين دائما ما تطفئ نار الحرب. ولعل ما حصل يوم أمس في الأعظمية بتهديد جامع أبو حنيفة النعمان هو ذات السيناريو الطائفي الذي وراءه آيات خارجية خفية تريد إشعال الطائفية بين طائفتين تربطهما روابط أسرية وقبلية ودينية ومناطقية لا يمكن تمزيقها.
رحبوا معي بضيوفي كلهم من سيادة النائب فلاح الخفاجي عضو ائتلاف النصر، وأيضا الدكتور جبار المشهداني كاتب ومحلل سياسي، وأيضا السيد عباس العداوي محلل سياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيادة النائب. سيادة النائب، بعد مضي 7 سنوات على مجزرة سبايكر، وأيضا تتضارب الأعداد من 1700 إلى 2500 شهيد، يعني هذه الفاجعة الكبيرة اللي مرت بشبابنا بسبب ربما البعض اعتبرها سوء تصرف، سوء إدارة، البعض اعتبرها هناك هجمة دولية طائفية لقتل شباب أبرياء كانوا يتدربون في قاعدة سبايكر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام، وتحية لكل المشاهدين، والرحمة والخلود إلى شهداء العراق، وبالأخص اليوم ونحن في ذكرى هذه الأيام، الأيام الأليمة على العراق والعراقيين. فاجعة سبايكر طبعا فاجعة كبيرة جدا، كبيرة نعم. للعراقيين بكل مكوناتهم. فبالتالي أنا أعتقد هذه الأيام هي أيام المفروض تكون للعراقيين درس وعبر، المفروض ناخذ من عندها. وأعتقد إذا نريد نراجع ونرجع للخلف شوية، نلقي كل الوضع وكل ما دار وكل ما صار هو وراء الفساد. فساد؟ فساد بالتأكيد، فساد. أما طبقة الأجهزة الأمنية آنذاك، أو طبقة المحافظين والحكومات المحلية، أو الدوائر الأمنية اللي موجودة هناك، أو الوزارات الأمنية. فبالتالي أنا أعتقد هو إذا نريد نبحث ونشخص أي خلل نلقى الفساد وراء. لذلك اليوم إحنا علينا مراجعة كل الوزارات ومراجعة كل مسؤول بالدولة عليه، المفروض يراجع نفسه. نعم، يعني كانوا سبب جهات سياسية بسبب الفساد وأيضا سوء إدارة الدولة كانوا سبب في هذه المجزرة. شوف، هي يعني هذا الأفهمه من كلامك، هي عدة عوامل. فساد مرة جهة، تضارب السياسيين نعم. آنذاك جهة ثانية، وكذلك يعني لما انخرجت القوات الأمريكية يمكن بال 2011 لما صارت اتفاقية بقت عهد رئيس الوزراء آنذاك السيد المالكي، وخرجت القوات الأمريكية، يحتاج أنه ترجع. ولولا موضوع داعش ما رجعت القوات الأمريكية للعراق. فلذلك أنا دائما هسه مرات يسألوني يقولون لي شنو رأيك بخروج القوات الأمريكية، أنا أقول هذا مو أنا أحدده، ولا أحدده نائب، ولا أحدده فلان وفلان نعم. ولا أحدده سياسي، اللي يحددونه دولة الأجهزة الأمنية هذا الموضوع، لأنه نعم. فني بحت مو شغلة أنا نعم. أنا ما أعرف اليوم أعداد القوات، مدى جاهزية الأجهزة الأمنية، مدى القوة اللي موجودة عندنا اليوم بالعراق. فبالتالي من يحدد هذه القوة وهذه الجاهزية والاعتداء والتطور نعم. السلاح هو اللي تحددها لأي أجهزة. يعني أنت تعتقد أنه ربما القرارات الخاطئة اللي اتخذوها ب 2011 أدت إلى هذا الموضوع اليوم؟ يعني أفهم كلامك الفساد بالعكس. والقرارات الخاطئة وأيضا سوء إدارة الدولة، هذا الفهم. شوفي، كلها عوامل أدت مو قرار خاطئ، أنا ما قلت قرار خاطئ ولا أقول قرار خاطئ، بالعكس إحنا نشوف، لكن قرار مو مدروس، يعني نفس الشيء طبقته. وإنما هم أعتقد الأمريكان من حسوا أنه خروجهم أو هذا أو راح يبتعدون عن العراق، لذلك صار هذا المشهد. وأعتقد يمكن أتذكر يمكن أحد الرؤساء الأمريكان اللي قال داعش هي صنيعة أمريكية، ما أعرف. خلينا نشوف سيد العداوي. سيد العداوي اللي عيق تمام الكشف عن 600 شهيد، يعني بعد مرور 7 سنوات ما زالوا أيضا عندنا أعداد المفقودين هواية، يعني هذا اليوم ما يعرفون عوائلهم شنو صار بمصير أولادهم. شنو اللي يصير هذا الموضوع، ومنو السبب بهذه المجزرة؟ هل بالفعل سوء إدارة الدولة، الفساد اللي لعب دور كبير
يعني الفساد اللي موجود بالأجهزة الأمنية اللي طرق له سيادة النائب. أيادي خارجية لعبت دور كبير، يعني نحن أمام مزرعة كبيرة هذا اليوم، يعني وذكرى مؤلمة جدا، يعني استشهاد شبابنا في حادثة سبايكر. يعني ما أقدر أحكي بعد لأن التقرير ما نحكي كل الفاجعة اللي حدثت. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدتي الكريمة، تحية لك ولضيوفك الكرام ولجمهور قناة زاجرس. أمام التقارير الرسمية لا يمكن يعني أن يكون التحليل يصمد إلا من باب التوضيح. التقرير الرسمي اللي صدر في مزرعة سبايكر لم يكن 600 مثل ما ذكرت جنابكم الكريم، كان 2500 شهيد، 1700 طالب فقط من طلبة الجامعة العسكرية، الكلية العسكرية، و157 طالبا كان من القوى الجوية. يعني نحن نتحدث عن المفقودين، يعني عن المفقودين نتحدث عن 2500 شهيد. لا سيد العيداوي، نحن نتحدث عن المفقودين، 600 مفقود اليوم عوائلهم ما تعرف مصيرهم. صحيح. فأنا كان سؤالي عن المفقودين والشهداء أيضا، بس ما ذكرت عدد الشهداء. أنا ذكرته بالمقدمة وبالتقرير، يعني ذكرنا 2500 ل1700 إن شاء الله. تفضل. فالحديث عن هذه الفاجعة هو حديث واضح جدا أمام معطيات مثل ما ذكرت في التقرير الرسمي. الفساد وعناصر أخرى أساسية كانت واحدة من أهم عوامل هدم البنية المجتمعية للشعب العراقي. حالة الانتقام، سبايكر تعبر عن حالة انتقام واضحة، لأن الطريقة التي قتل بها انتقام من منو؟ من داعش؟ لا، ما كانت أصلا عندنا داعش، كانت عندنا عشائر تنتفض لثأرا لإعدام المجرم صدام. والحديث نصا كان بين عشائر باجيل بناصر بعض العشائر المساندة، وجرت جلسة في الأسر الرئاسية، وهذه الجلسة كان فيها عدد من الخيارات، أما مساومة الحكومة بالشهداء مع بعض أزلام النظام السابق وبعض المسجونين، أو أخذ فدية ودفع فدية مثل ما حصل بعضهم انطى على يعني الشخص مليونين أو ثلاثة واستحصل بعضهم اللي خلصوا، ولكن كان الصوت المعلى والقول الفصل لعشائر البعجيل بناصر اللي كانت بقيادات أفراد تم ذكرهم بالتقرير من أبناء عمومة عبد المجيد. نعم. علي مجيد يعني أنت تتهم العشائر، يعني نعم. تتهم العشائر، لكن داعش كانت موجودة. أنا لا لا يعني سيد العيداء، لا لا خلينا نوضح، لا 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 يعني العشائر يعني لا لا ست تتهم العشائر حتى لن ست هيفاء سهيفاء نعم. سيد هيفاء، خلي اطرح رايي. تفضل. بدون ان تمنين علي رايك من خوصتك. لا انا املي يعني اسمحي لي اسمحي لي. الجريمه كانت يوم مساء يوم العاشر، وكان هنالك تامين من بعض العشائر، انه بعض العشائر رفضت وطالبت انه يتم اطلاق سراحهم، وتم تهريب بعضهم، والذي قام بالتهريب تم قتل بعض افراد عائلته طبعا كعقوبه لانه خان. اليوم 11 تم اتخاذ القرار على تنفيذ حكم الإعدام، فكان النداء اسم الفزعة، وتم مطالبة كل الذين يريدون أن يقوموا بالثأر أن يأتوا، فتم أخذ 50 50 و75 هكذا تم، وهذا باعترافات رسمية اللي تم إعدامهم اللي ما زالوا بالسجون يعترفون بهذا الموضوع. وبعدها ليلة يوم 12 كان داعش مسيطر وبدأ يصل إلى هذه المنطقة، قام أيضا بمساعدتهم بأخذ ما يقارب 800 واحد من أصل العدد الكلي، لأن العدد كان كبير جدا، المجزرة كبيرة جدا، فتم قتلهم بدم بارد. هذا ما جرى تحديدا. التحليل لهذا الموضوع بحسب المعطيات، حينما تجدين عمر السبعاوي، تجدين أخوة عبد زعيم البناصر، تجدين بعض الشخصيات، واضحة هذه المعادلة وتم الحديث عنها. لكن تداعيات هذا الموضوع نطالب به لحد هذه اللحظة بسبع سنوات. نعم. سبع سنوات لازلنا نطالب بكشف الجنات ومحاسبة من تسبب بذلك والإضرار بهذا الموضوع. اضرار مجتمعي كبير يعني، ولا يقل عن هدم القبتين التي ادت الى مشكله طائفيه. يبدو ان هنالك من يحاول لكل ما يستقر العراق ويعبر عن روحه الكبيره والوحدويه بتضامن عشائره وناسه، نجد ان هناك من يحاول ان يدق اسفين مثل هذه. هسه الحديث اللي ما له اي قيمه، حديث سخيف، موضوع هدم صنم ابو جعفر المنصور او نعمه او تمثال ابو جعفر، او الحديث الغريب اللي هو اصلا يعني ما ثبت انه لمن هو هذا في السوشيال ميديا فقط، وهذا طبعا مستغرب. تعرفون السوشيال ميديا قد يكون مخترق او غير، مثل الاعتداء على الامام ابي حنيفه. هذا الخطاب خطاب مرفوض وغادر العراقيين منذ اللحظات. شوف
خلينا نشوف رأي سيد جبالي المشهداني. يعني سيد جبالي هذا اليوم ما عدنا في التقرير يثبت ما حدث في فاجعة سبايكر، يعني ما عدنا تقرير حكومي أو تقرير أممي من قام بهذه تقرير حكومي وتقرير أممي ست هيفاء. لا مو أني أريد بس أشوف وجهة نظر. لا أكو تقرير أممي اللي هو ذكرناه وذكرته يعني ذكر شيوخ العشائر وقال إن الموضوع جريمة يعني إبادة، يعني شيوخ العشائر ذكر تقرير أممي وتقرير الحكومي هما تلقاه، يعني هاي فاجعة. خلينا نشوف هاي الأسماء، يعني الأسماء يعني فاجعة كبيرة يعني اليوم تشكل خطأ. خلينا نشوف رأي سيد جبار المشهداني في هذا الموضوع. يعني أنا أريد التقرير، يمكن ما أعرف يعني خلي يحكينا. تفضل سيد جبار. نعم مساء الخير علي ست هيفاء وعلى الضيفين الكريمين وعلى مشاهدي القناة. أولا خلينا نثبت أن جريمة سبايكر جريمة مكتملة الأركان، جريمة لا يقبل بها لا ضمير إنساني ولا أي إنسان على هذه الأرض. القصة الأكبر من سبايكر والتي نتجت عنها سبايكر هو ما حصل في الموصل والمحافظات الأخرى عندما هاجمتها عصابات داعش الإجرامية. وأيضا كان هناك تقرير ولجنة كبيرة ضمت نواب وعشرات النواب يمكن 40 نائب واستدعت كبار الشخصيات وقادة وخلصت إلى نتائج. سبايكر واحدة من نتائج هذه الجريمة الكبيرة، هي واحدة من نتائج ما حصل في الموصل. لماذا لم يتم الكشف لحد الآن عن تقرير الموصل؟ من الذي تسبب بخسارة ثلث مساحة العراق؟ من كان يقف وراء وجود فضائيين؟ هل يعقل أن فرق عسكرية كاملة لا تصمد لساعات أمام بضع مئات؟ طبعا إحنا يعني إذا ذهبنا باتجاه أن هذه ما حصل في يعني في الموصل ومحافظات أخرى هو اتفاق دولي إقليمي مؤامرة كبيرة، ربما هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن هذا كان معلوم أيضا مثل ما تحدث السيد النائب، كان الجميع يدرك أن هناك شيء سيحصل، وكثير من اعترافات القادة السياسيين والعسكريين أنهم أبلغوا بغداد بما يجري وبالتحركات، وجرى ما جرى. لماذا لم يتم حسم ملف ما جرى في الموصل لحد الآن؟ وأنا أقول نعم أن هذه جريمة، ولكن من يتحمل مسؤوليتها أولا هي الحكومة. ليش؟ لأنه عندما تترك المجال بهذه الطريقة وتسقط محافظاتك وتترك أنت تعرف عملية سياسية فيها مناصرين وفيها أعداء وفيها من هو ناقم وهناك سلاح منفلت وهناك ميليشيات وهناك دواعش، لكن ضعف الحكومة هو الذي يبرز هذا الدور بهذه المنطقة وهذه المنطقة، يعني وغياب السلطة هو اللي يخلينا نشوف جرائم. ضعف دور الحكومة يبرز الجبناء وضعفاء النفوس اللي قاموا في هذه الفعلة المخزية، يعني والله العظيم مخزية وعار على كل واحد قام في يعني هذا الموضوع أو خطأ في هذا الموضوع. لكن نقطة مهمة جدا، يعني حتى نحن نتحدث عن نقطة مهمة جدا، حتى لأن سيد العيداوي يتحدث موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع أنا أريد أستفهم منه. يقول لك الشيوخ العشائر اللي قاموا بهذه الفعلة معروفين وذكرتهم أو ذكرهم تقرير الأمم المتحدة أو الحكومة، إذا هم معروفين وموجودين ليش هذا اليوم تلقى؟ يعني أنا أريد أفهم هذا الموضوع، يعني أو شنو مصيرهم؟ يعني أنا أعتقد أولا ليسوا كلهم طلقاء الآن، بعضهم غادر العراق هرب، بعض انحكم وقسم كبير منهم انعدموا، يعني صحيح شيوخ العشائر ولكن صحيح هذا حسب التقرير أولا وحسب نعم وحسب ما أيضا ذكروا بعض السياسيين منهم السيد مشعان الجبوري اللي كان يتحدث وفقا لمعلوماته وحاضرها وأيضا حسب الاعترافات. لكن نرجع ونقول قضية أساسية، اللي اشترك بالقتل واللي قتل واللي حرض ما يمثل العشائر العربية في تكريت، يمثل نفسه. ومقابل هؤلاء أكو الشهيدة أمية جبار، نعم أكو الشهيدة أمية جبار، أكو أم قصي، أكو الكثير من العوائل، لأنه العراق بلد حتى في قبائل العربية مو أكو تصاهر فقط وروابط اجتماعية، هي نفس العشيرة تلقيها منقسمة طائفيا، لكن احنا ولد عم، أنا عشيرتي بها سنة وبها الشيعة، معقولة نتقاتل؟ القصة أكو إجرام نعم، أكو ضحايا أبرياء نعم، ولكن أيضا هم لازم نحاسب كيف يمكن لقادة عسكريين يسمحون
لآلاف المدنيين، هم صح متطوعين بالجيش لكن هذا يعتبر مدني بعد توه متطوع، لا مدرب لا كذا، شو سمحوا لهم يطلعون بهذه الطريقة؟ سبايكر جريمة يجب أن يتم البحث بها وبأسبابها، يجب محاسبة الكل. خلينا ننتقل على سياسة الناس سيدايفاء، بس ملاحظة سبايكر يجب أن لا تتكرر لا في أي مكان في العراق وتحت أي ذريعة، إذا لم يتم محاسبة من تسبب بها قد تتكرر مرات ومرات. نعم. خليني يعني نتحدث عن لجان تحقيقية سيد جبار المشهداني. يقول لك أكو لجان تحقيقية هواية، يعني من لجنة سقوط الموصل ولجنة سقوط ثلث العراق يعني، وأيضا لجان، فأيضا هذه اللجان ربما تكون لجان على رف هذا اليوم أو تحقيقاتها على رف، أو يستبعدون شخصيات بالتحقيق يعني بالنهاية لسبب واحد، أنه التحقيق ما يمشي على مزاجهم. اليوم أريد نعرف دماء الشهداء اللي سقطوا بالعراق بالموصل بالأنبار بصلاح الدين، هذول ولدنا وشبابنا، وين التحقيقات يعني وين الإجراءات؟ ليش استبعدوا شخصيات من هذه اللجان وانت تعرف هذه الشخصيات هي شخصيات وطنية لكن استبعدوها خلوها على رف؟ شوفي، مرة اللجان صير بها تصفية سياسية على حساب دماء الأبرياء، ودائما الأبرياء وهذه الدماء هي تكون تضحيات، وتضحيات غالية جدا غالية. لمن؟ تضحيات للي ما يستحق، لا يستحق البقاء في السلطة، بل لا يستحق حتى الحياة مطلقا. فبالتالي أنا أعتقد اللجان لو كانت حقيقية وجادة في تحقيقها ووصلت إلى الحقائق لما ظلت اللجان أو ما ظلت المجالس التحقيقية أو اللجان التحقيقية في الأداء. يعني إحنا كمواطنين نسمع لجان يعني نقول راحت القضية تسويف يعني وانتهى الموضوع ونسكت وننتهي. لكن هذه اللجان، هذه اللجان سيد يعني سيادة النائب، وأنت رئيس لجنة من اللجان المهمة اللي بيها مشاكل هواية اللي هي جوف الصخر، يعني بصراحة خلي أحكي لك، هي هذه اللجان اللي شكلت يعني قبل 5 سنين 4 سنين 3 سنين كلها لجان، يعني والله ما يشاجع عليها، يمكن المعلومات يمك. شوفي، كل لجنة كل شي تريد السوفة شكل لجنة، واللجان بس انت رئيس لجنة بي من انا رئيس لجنة رئيس لجنة سابقا أنا يعني رئيس لجنة أمنية تخص جرف الصخر. لا أنا كنت رئيس لجنة الأمن والدفاع لوسط وجنوب محافظة بابل، كان أكو بالشمال أكو عليها، فمري أنا ما لا أريد أتهرب ولا أريد أتنصل، بالعكس إحنا دافعنا عن محافظة بابل كأهالي محافظة بابل ودافعنا عن الجرف، وأنا ما أريد أدخل بهذا المضمار. لأنه مضمار أنا عايشة لحظة وعايشة يوم بعد يوم وأيام وليالي، نحن نجلس مع أهل جرف الصخر ونجلس مع مشايخ جرف الصخر، وما خلينا شيء ما سويناه وما طرقنا عليهم، قلنا لهم والله يابا الأرض أرضكم والمدينة مدينتكم والبساتين بساتينكم والمي ميكم والديرة ديرتكم، فبالتالي احنا اتعاونوا يعني وخلي نحمي هاي شو اسمه. بالمناسبة لكن ايضا ملف معقد هذا، ما نحكي بيه لان كل ما سقطت هي رأسا بعد الموصل. نعم. يعني بعد سقوط الموصل تقريبا بحوالي اكثر من شهر ونص يلا بدت تسقط. نعم. وكانت شو اسمه المعارك هجوم كر وفر بين الاجهزة الامنية، تاخذها الاجهزة الامنية وبعدين داعش يسيطرها. حقيقة ايام عصيبة، ايام مرت على اهلي محافظة بابل وخاصة اهل المسيب والحامية والحي العسكري، ايام صعبة جدا صعبة ذيك الايام. فبالتالي انا اعتقد نرجع على موضوع اللجان، موضوع اللجان شوفي ما توصل للجان، وان واكثر بعض الاحيان اللجان تكون يعني مثلا من يشكل لجنة يخلي فلان وفلان وفلان فلان وفلان متفاهمين بوجهات النظر متعاونين، يجوز اليوم عندهم يردون يتوجهون على فلان شخصية أو يردون يتوجهون على فلان جهة. فبالتالي أنا أعتقد اللجان مو كل شيء حقيقة، اللجان مو كل شيء صح، شغلات تسويفية. فبالتالي تسويفية؟ نعم، أنا أقول لك دائما اللجان تسويف،
يعني انطيني هسه يعني يا لجنه تستبعد الشخصيات، انطيني يا لجنه الان شكلت وعلى مرأة من العالم ومرأة من العراقيين بشكل خاص، وشكلت لجنة ويابا قالوا نريد النتائج خلال 72 ساعة أو خلال 5 أيام أو 15 يوم، وانطيني انطت النتائج اللجنة وانعرضت للعالم متحاسب فلان وفلان. صح، ماكو، مو موجود هذا. خلينا نشوف سيد العيداوي. سيد العيداوي يعني هم ارجع على سؤال السيد جبار المشهداني اللي تحدث به، يقول لك يعني الحكومه يعني بالسابق يعني بصراحه يعني موضوع مهم جدا، ثلث العراق يعني خسرناه ودخلت داعش وسقوط الموصل. انا انقطع عندي الاتصال، ممكن تعيدين؟ يعني اتحدث ارجع الى سؤال السيد جبار المشهداني سيد العيداوي. نعم، يعني يقول لك الموصل خصيناها، ثلث العراق خصيناها، شكلت لجان تحقيقية لهذا اليوم، اللجان ما كشفت لنا عن يعني المتسبب الحقيقي في هذا الموضوع، يعني وأيضا موضوع سبايكر، موضوع جوف الصخر، مواضيع هواية يعني هذا اليوم، وتحدث سيادة النائب يقول لك من الصي لجنة، يعني اعتبر الموضوع منتهي لأن أهل اللجان متفاهمين بيناتهم، ربما متقاربين بيناتهم، واحنا ما نريد يعني فد يوم من الايام بسبب التدخلات الخارجيه تتكرر عندنا مثل فاجعه سبايكر، يعني او سقوط مدينه او فد كارثه كبيره، يعني ما نريد، يعني خلص قطعا احنا ما نريد هيك في ظروف، لكن هذا السبايكر ما كان تدخل خارجي، سبايكر كان واضح، يعني احنا حتى نكون صادقين بالطرح بغض النظر عن تفسير الاحداث، جريمه صارت وجريمه اخرى ارتكبت، حرق 600 امراه شيعيه في سجن بادوش وغيرها، الجريمه الحدث بصوره عامه وسقوط المدن يعني مو هين ويحتاج الى التوقف والكل متورط به، مجالس المحافظات اولا قبل غيرها، ولان ما ننسى احنا صباح سقوط الموصل يغرد أثيل النجيف اللي يعتبر المحافظ الرسمي لها، يغرد أهلا وسهلا بأبنائها اللي دخلوا وبعد طردنا الغرباء، ومن هذا الحديث غردت الكل في حينها ثوار العشائر بدأوا على أسوار بغداد، ثوار العشائر اقتحموا الصقلاوية، ثوار العشائر يقتلون الشباب في القر الجيش المالكي وجيش الصفوي، هذا الخطاب اللي مريده. نعم أنا أقول وأضم صوتي لصوت السيد النائب لأن اللجان تستخدم للتسويف السياسي، في حينها ما كانت فيها إدانة لرئيس الحكومة لأن ما منطي يعاز بالانسحاب، وكان إخفاء عسكريا واضحا، لكن هذا الإخفاء العسكري مو بليلة وضحاها، سبقتها عشرات الحديث عن جيش الصفوي وجيش الرافضي وجيش المالكي وضرب الحجارة، وبعدها طلعت ثوار العشائر وتحدث لسليمان وغيره، فيديوهات موجودة عن قطع الطرقات وتم نحر عشرات الجنود والمنتسبين، ثم هذه سلسلة انهيارات، كان تحالف نقشبندي بعثي داعشي أفضى إلى أن يكون تحالفا بعثيا داعشيا باعتبار تم قتل قادة النقشبندية فيه، ثم انتقل الموضوع إلى سيطرة داعشية بحتة، وأعلن أبو بكر أمارته، وهذا بالتأكيد يعني رئيس الحكومة. يعني سيد العيداوي خليني أتداخل وياك، يعني ما كان هناك دول داعش للإرهاب الدواعش، يعني إذا ما كان مثل لا ما يقول لا بس تحدث، إذا نحن نتحدث أنه هذا كانت صراعات داخلية فكانت الكارثة كبيرة جدا أنه تسقط مدن محافظات. منو قال ماكو صراع داخلي؟ لا احنا في يوم في نفس اليوم السفير التركي القنصل التركي في حينها وأثير النجية في غادرة ولا أربيل، لا بالعكس، هو هذه طبعا بالمخابرات يسمى عملية عش الدبابير، عملية عش الدبابير مشتركة بها أكثر من 30 دولة، مراد بها إعادة تمزيق المنطقة ودمج الموصل مع دير الزور واعتبارها دولة جديدة، وكلينتون تحدثت عن بدء جمع تواقيع للاعتراف بها، مسلسل كان كبير، لكن اللي حدث للعراقيين بهمتهم بشجاعتهم بالفتوى المباركة للإمام السيستاني استطاعوا يقصروا عمر الإرهاب وأن ينتقلوا من معادلة 15 سنة 20 سنة 30 سنة إلى معادلة 3 سنوات، وعادوا لحمة هذا البلد وعادوا ترميم هذه القضية وغادرنا هذه القضية
الدولية، واليوم نطالب بمحاسبة مجالس المحافظات والقادة العسكريين والمسؤولين السياسيين عن مجلس محافظة صلاح الدين والأنبار وديالة، عن كل محافظات السقطات. ليش؟ لأن هؤلاء مسؤولين، المحافظ مسؤول، القطاعات الأمنية مسؤولة، القادة، قادة الشرطة وغيرهم. لكن الذي يجري المسؤولية، حمل المسؤولية للجميع، للجميع. مجالس محافظات بدأت تتغرد من أربيل وغيرها وعافت ناسها. ما ننسى شخصيات كثيرة يعني، بس شوي خلي جاوبك. تفضل سيد جبار، إذا عندك جواب للسيد العيداوي إذا سمعت الحوار يعني ما صار. والله أنا أتفق مع ما ذكر السيد العرداوي والسيد النائب، أتفق تماما. بس أنا أيضا كمواطن من حقي أسأل، تفضل، كيف سمحت الطبقة السياسية لمن كان يرفع شعار ثوار العشائر وجيش الهالكي ويقول هذه ثورة عشائر، وبسبب حصل ما حصل ثم يأتي نفس هذا السياسي تستقبل الطبقة السياسية؟ نعم. ويقعد بعد الانتخابات بتحالف بين السيد المالكي والسيد العامري. إذا أني مواطن، مثلا أنا مواطن، خل أقول مواطن في أي محافظة غرر به وانساق خلف هذا السياسي، نعم، وقاتل جيش ما يسمى آنذاك، كان هو يسميهم جيش الهالكي وثوار العشائر، ما راح يشوف أنه هذا القائد مالته هو يمشي بالطريق الصحيح، لأنه الآن قاعد بنص القادة وكبار قادة الكتل السياسية الشيعية. صحيح. هل تمت محاسبته؟ هل تمت معاقبته؟ يعني سؤال جدا يعني مهم يا سيد العيداوي. الله يخليك. والله صحيح. مهم جدا. مهم جدا. تحشون تقولون سيدة ثيلي النجيفي المحافظ، نعم سيدة ثيلي النجيفي حتى في تقرير الموصل علي أكثر من ملاحظة ومثبتة، أنا مطلع على تقرير الموصل، لكن بنفس الوقت المشهد السياسي مصار مشهد محير. صحيح. منا تقولون عليه مدعوم قطري، ومنا يريد يسوي الجيش العراقي الحر ويدعم من المتظاهرين في آنذاك ساحات التظاهر كانت تسمى، ثم يتحدث عن ثوار عشائر، ثم يتحدث عن تحرير المناطق، وبعد ذلك أنا أجي أشوفه قاعد بمسكم تطو وزارات وتمطو مناصب وتستقبلوا أحسن استقبال. صحيح. أنتوا في هذا تخضون على أي أمل أي معتدل، أي وطني ينادي باللحمة الوطنية تقولوا له أنت ابتعد، احنا راح نحكي المتطرفين. نعم. هذا تمام سيد عباس الداوي تمام. والله صحيح جدا. نعم. من رخصه سيد النائب احنا ناخذ وقته. نعم. اقول صحيح جدا. نعم. اليوم صحيح جدا، هؤلاء اليوم اللي تلطخوا بدماء العراقيين اللي سببوا اليوم قاعدين ويا السياسي اليوم عندهم، لا حتى سيد النائب وضح قال لك وجهه نظره، قال اكو استخدام لهذه الاوراق، لكن دائما سيد العيداوي خلي اتداخل وياكم، دائما المواطن البسيط الفقير الفاقد امنه وخبزه ومستقبله هو يدفع الثمن والضحك، ودائما السياسي الجلاد دائما يكون هو بالمناصب وبالمراكز، ودائما ما عندكم صديق دائم وما عندكم عدو دائم، واليوم نشوف العدو يصير صديق والصديق يصير عدو، وهذا المواطن ضايع بالرجل. خلي يجاوبني سيادة النائب، يعني تكلم سيد جباي والله كلام صحيح، يعني يقول عدوك بالأمس اللي انت تتحدث لما عليه. لا ما عندي وجهة نظر بسيطة من رخصة النائب، أقول صحيح، لكن الإشكالية الكبرى إن هذا مرات يصير خيار مر أمام خيارات سياسية، كان المفروض بأبناء المناطق اليوم يجلون هذه الوجوه اليوم اللي سببوا بنكسات كبيرة لحد الآن. هذه الوجوه اليوم قاعدة بالسلطة، الله يخلي سيد العيداوي. مشكلة يجب إزاحتها. لا هذا الحكي ما بصدق على الناس، اليوم هذه الوجوه قاعدة بالسلطة وقصورها في المنطقة الخضراء، وأنت تعلن في هذا الموضوع، وهاليوم هم من الداعمين. ست هيفاء، هذا الشيء للمواطن ما له دخل، المواطن مجبور على أمر. لا المواطن عليه أن يحدد خيارات نقية ونظيفة. نعم. من جانب. نعم. والقوى السياسية للأسف ضاغطة باتجاه العفو وغير العفو، وش يرجع هؤلاء الهاربين السياسيين؟ وش يرجعهم غير الضغط على المواضيع؟ نعم. العفو وغيره. نعم بالتأكيد احنا يعني ملزم علينا كمتابعين ومراقبين ان نقول اكو اخطاء، لكن الخيار الاخير خيار المواطن. نعم. اليوم نتمنى الانتخابات الجاية يعني تفرز شخصيات وطنية تهتم بهذا الوطن، ونتمنى كل من تلطخت ايدين بدم العراقيين، يعني سيد جبار وايضا سيادة النائب وسيد العيداوي، وايضا كلامي لكل السياسيين، حتى لو بكلمة وكان متسبب بكلمة لسقوط عدد من الشهداء، فنقول أنه حسبنا الله ونعم الوكيل، والمواطن العراقي هذا اليوم أصبح مفتح باللبن، يعرف كل شيء سيادة النائب والله العظيم. بس اليوم يعني المشكلة الصراعات السياسية اللي موجودة.
موجودة وأيضا التوافقات السياسية اللي موجودة، يعني لخبطت الأوراق، خلت المواطن مشوش، ما يعرف الصدق وين والكذب وين، ما يعرف الصالح وين والطالح وين. يعني والله العظيم أصبحنا في دوامة. شوف، مشكلة الصراعات السياسية هي صراعات خارجية، هي أجندات داخل العراق. نعم. فبالتالي يعني تفهم بالخارج أكو من يحرك الدول، أكو نعم. تحرك معدها كعملية الشطرنج، جيب هذا خلى هذا ودي. يعني نعم. يعني يا للأسف إحنا والله العظيم طبعا دائما نقول هو بمرارة وبمرارة جدا مرارة، المفروض القرار يكون القرار عراقي بحت. نعم. من صلب العراقيين. لكن سيادة النائب اليوم هذه الهجمة يعني اللي نشوفها يعني بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الهجمة تفجير مواقع دينية، يعني هذه المواقع يعني عزيزة على أهلها وناسها، وأيضا يعني اليوم هاي ناس، أيضا هناك هاي ناس مدفوع الثمن. نعم. هذه المواقع مدفوع لها ثمن. نعم. مقابل ذلك أنت تحرك وأنا راح أنطيك ثمن. يعني هذا هو عملية طائفية. يعني تدرين علي من العتاب؟ العتاب على الدولة. ما هاي دول مثلكم، ما هاي دول مثلكم. يعني اليوم دول الخليج هسه مرة لما تقول والله يابا مثلا الامارات اكو تطور عندها، حكم عندها صحيح، اكو نعم. واحد يقدر يتكلم بمواقع التواصل الاجتماعي، فيس ولا واتساب ولا نعم. كذا ولا كذا، تقصد اكو قانون، اي قانون امور طائفيه او هذا يثير النعرات داخل هذا، هذا يريد يحرك موضوع الطائفيه، وخاصه هذه الايام احنا صرنا على مقربه من الانتخابات، اكو ناس سواء بالشيعة ولا بالسنة ولا بالكرد نعم. تحتاج على هذا الموضوع صحيح. وتنتفع من هذه المواضيع الطائفيه وتبدأ تحرك هذه المواقع المواقع التواصل الاجتماعي. لذلك أنا أطلب من كل عراقي حي ويرى مصلحة الوطن والعراق هي أعلى كلها، لا يباوح هذه المواقع، وبالعكس لا يعلقوا لها، لأنه أي موقع اليوم من يتعلق له راح هذا يكبر. بس أنت أهم له، أهم له من تهم له، بما معنى هذا لا شيء، لا ما إلى وجود. شوف هم يحركونهم، يحركون منا موقع ويحركون فلان، يقول له انت ايده وانت، يعني هذه اكو جيوش الكترونيه. ولذلك احنا شو نقول يا وزاره الاتصالات، يا هيئه الاعلام والاتصال، يا مجلس النواب، بوابات النفاذ كملوها في سبيل انه حتى، وحتى شفت لما ردنا نشرع القانون، ردنا نصوت عليه مال الجرائم الإلكترونية، إيش قد صارت هجمة إعلامية؟ من هو اللي حرك ذوله اللي حركهم على هذا القانون وما خلانا نشرعه؟ إحنا لو نشرع القانون، لا بس هذا القانون كان يعني سوي، شو هاي أنت واحد من الناس هذا القانون كان فقط يعني اللي يحكي على سياسي لازم ينسجن 5 سنين، وهذا القانون كان بفقرات يعني لازم تتعدل، أما يحكي بالطائفية اللي يحكي يعني يحرض الناس، يا بابا والله ما له شغلة بالسياسية، ما له شغلة ما له شغلة، ما كان ما كنا نتطرق عن سياسة أو غير سياسي. لذلك شوفي وين المشكلة، عمي بعض المشكلة صار يحكي عليهم يدخلوا جوا ما يطلع، الله يخلي المشكلة صار اكو خلل بين هاي وبين هاي، يعني نبقى احنا هيك واحد يحركنا يقول اضرب الامام الفلاني، يقول اضرب المسجد الفلاني، اضرب التمثال الفلاني، نبقى احنا هيك نبقى ورا مواقع التواصل الاجتماعي، ورا ناس تحركنا من خارج حدود العراق، هذا مو صحيح ابدا، مو صحيح. يجب ان هنالك دوله وقوانين تردع هذا وغيره. هسه اتركني السياسيين، اتركني السياسيين، احنا هاي لحمه اكو لحمه وطنيه صحيح. هذا مو بده يضرب بينا، يضرب باللحمه الوطنيه. نعم. قبل الانتخابات دائما نشاهد هذه يعني بصراحه لا تزعلوا مني الوتر الطائفي، بعض السياسيين والكتل تلعب عليه يعني، وايضا تخلي مواقعها وايضا جيوشها الالكترونيه تحاول تستفز مشاعر المواطن العراقي، وانا اشوف كاعلاميه مراقبه للمشهد السياسي العراقي وايضا المشهد الاجتماعي مع المواطنين، اشوف انه المواطن بعد ما تنطلع عليه الاعيب بعض الكتل والاحزاب السياسيه حتى يعيدون للواجهه باسم الطائفيه مثل ما سووها بالسابق. تفضل السيد العيداوي اذا عندك فتعليق حتى انتقل للسيد جبار.
لا العفو، هو هذا الحديث دقيق جدا، استخدام الطائفية كورقة للقفز على الاستحقاقات الانتخابية ولإقناع الناخب والحديث، فدائما تنعاد لنا بعض الصيغ. يعني احنا هسه دائما نشوف كل جهة عندها فد نغمة واحدة تستخدمها في حين تضيع عنها الحقيقة. يعني موضوع المغيبين، موضوع السجناء المحكومين بتهم الإرهاب، في حين احنا ننسى مواضيع جدا مهمة ودقيقة، مواضيع توزيع حصة المواطن من استحقاقات الانتخابية. اليوم تهديدات داعش ست هيفاء تهديدات حقيقية. صحيح. قد تربك المشهد. يعني اليوم يتحدثون عن كركوك، أكو انهيارات في بعض القطعات الأمنية، وأكو تحدي حقيقي، أكو تحدي واضح جدا، تحدي أمني. بالتالي اليوم أكو محاولات لإسقاطنا في أفخاخ داخلية، وبالتالي تضيع علينا أهم إنجاز، اللي هو رغم أنه يعني ملئ بالدماء لكنه يبقى أهم إنجاز، جهاز الانتخابات. يعني سيد العيداوي، يعني أتمنى تسمح لي أنه أسألك على راحتي، لأن هاي تساؤلات مواطن، وأيضا لأهمية فاجعة سبايكر. أنا خصصت حلقة هذا اليوم عن هذه الفاجعة الأليمة والكبيرة، واللي أيضا استفزت مشاعر كل أبناء العالم وتحديدا العراقيين. لكن بعد حادثة، خلي أسألك، أبو جعفر المنصور اللي شاهدناها، يعني والمظاهرات واللي نسبوها جماعة رب الله، صارت حادثة. لا خليني أحكي لك تساؤلات مواطن. أنا حكيت لك المقدمة مالتي حتى تسمح لي أسأل تساؤلات مواطن. يعني قل لك نسبة، يعني حسبة هذه يعني الأشياء لجماعة رب الله، وصارت بعدها حادثة أبو حنيفة أيضا النسبة لهم. يعني أنا أريد بس حتى أحكي وياك، أريد أنت تفند هاي الأشياء، أو بالفعل هي هاي أشياء حقيقية؟ ولهذا حبيت أسألك أنت هذا السؤال. تفضل. والله ما أعرف، يعني أكو عقل يقبل أنه يكون حديث هذه الشيعة اللي بعد هد الإمامين العظيمين العسكريين، وبعد إن شفنا عمامة الإمام الهادي بيد الناس، ما وصلنا لهذه النقطة، هذه المرحلة. احنا شيعة أبناء مرجعية حكيمة، ما تتعامل يعني بهذه. نحن لسنا أبناء يعني النبش، هذا لا أبناء النبش، لا ولا أنا وجود، هذا شيء مصطنع، هذا شيء مصطنع. نحن لا أبناء النبش القبور، ولا أبناء قتل الحرمات. احنا ساترين كل شيء ممكن يحفظ العراق. احنا أبناء مرجعية حكيمة تعاملت مع، شوف عظمة الموقف، من نرى عمامة الإمام الهادي عليه السلام بأيدي الناس، وما قبلت مرجعيتنا أنه يذهب الأمور إلى ما تخطط له الصهيونية. لا ممكن يطلع فيسبوكي، يطلع صهيوني، يطلع يهودي، يطلع مؤتمر. هذا سيد العيداوي، أنا سألتك هذا السؤال حتى نأخذ من عندك. ولن يقبل به. نعم، أوكي، جيد جدا. يعني إجابة ربما تكون شافية لعدد كبير من المشاهدين يشاهدون هذا اليوم. خلي أنتقل إلى السيد جبار. سيد جبار، يعني عاد البعض هذا اليوم يعزف على الطائفية كوسيلة لتعزيز حملته الانتخابية، يعني ربما يحصل مقاعد يعني في الانتخابات القادمة، ويقول لك الطائفية استغليناها بالألفين وخمسة، بدينا بيها يعني إلى وقت متأخر، وجابت لنا نتيجة، جاب لنا أصوات ومقاعد، وأصبحوا السنة يعزفون على هذا الوتر، وأيضا الشيعة. يعني خلينا نتحدث بكل صراحة، فهل رجعنا هذا اليوم يعني للخطاب الطائفي؟ وهل رجعنا إلى بعض السياسيين اللي صدعوا رؤوسنا بالسابق بالخطاب الطائفي؟ يعني رجعنا لهذا الموضوع يعني بعد 2021؟ يعني ما معقولة. سيد هيفاء، خلي أقول لك بكل صراحة وبكل وضوح، ليس هناك صراع سياسي بين الطبقة السياسية السنية والشيعية، هناك صراع سني سني وصراع شيعي شيعي داخل كل طبقة، لكن إجمالا الطبقة السياسية السنية والشيعية متخادمة. عندما تفشل الطبقة السياسية في تقديم الخدمات وفي توفير الأمن وفي توفير الحياة الكريمة، ويقترب موعد الانتخابات، وتجد نفسها لم تحقق شيء على مستوى كل الوعود التي أطلقتها في الانتخابات الأخيرة، تلجأ إلى الورقة الأخيرة اللي هي الورقة الطائفية.
يعني انت تتحدث هذه النقطة بس يا جبار خليني اداخل وياك، انت تتحدث على فضلي. يعني موضوع ابو نعم. جعفر المنصور وايضا المراقد الدينية تتحدث نعم. انه هو هذا بسبب صراع سني سني والشيعة ما لهم دخل، وهذا اللي افهمه من كلامك، لان بعد ما يعني بقى فترة قليلة للانتخابات ربما اشهر اصبح صراع شيعي شيعي يعني، واصبح صراع سني سني، وهذا الصراع سني سني يعني لكسب اصوات السنة، هذا اللي افهمه من كلامك. طبعا اللي ذكرت عن صراع سني سني او شيعي شيعي ليس له علاقه بقضيه ابو جعفر المنصور او الامام ابو حنيفه النعمان. انا في قراءتي للمشهد اثاره هذين الموضوعين الحساسين بالايام الاخيره تقف وراها جهه تريد تضليل الراي العام واشغاله وابعاده عن اشياء حقيقيه ستحصل او عن اخفاقات كبيره حاصله على ارض الواقع. أنا هذه القضية مال أبو جعفر المنصور وأهل الكاظمية اليوم أول من هب للدفاع عن أبو حنيفة النعمان ولا يقبلون شيعة العراق من العرب والأصلاء لا يقبلون بهذه التفاصيل، عشائر عربية متماسكة متلاحمة، هذا صراع سياسي. وقلت لك الآن الكتلة السنية تريد تخوف جمهورها خاصة بعد أن التقت بظريف تقول للسنة في الطارمية إذا لم تنتخبونا سيكون مصيركم مصير جرف الصخر، وبالتالي لا تتحدث لا عن خدمات ولا عن أمن ولا عن كذا، تروج لهذه القضية. والكتلة الأخرى تتحدث بطريقة لا تختلف عن هذه كثيرا داخل، وبذلك أكو تخادم للخطاب الطائفي، تخادم سني شيعي يكيفون على تصريح النائب الفلاني السني لأنه يوحد الصف الشيعي، ونفس القضية. لكن بين الناس بيني وبين الآخرين ولد عمي وأصدقائي إحنا عشنا في مناطق مختلطة ما عندنا هذه القضية، ما عندنا الطبقة السياسية لأنها أفلست تريد إعادة إنتاج الناس. تفضلي سيد النائب راح يغادرنا، راح اخذ منه كلمه حتى يغادرنا لانه مرتبط بموعد ثاني. سيد النائب، اليوم اصبح الصراع سني سني شيعي شيعي بسبب يعني الكل هذا اليوم يعني يريد يكون زعيم للشيعه وايضا يريد يكون زعيم للسنه، فاصبح التنهم في هذا الموضوع ربما يأجج الشارع. والله انا اعتقد خلي الشارع السني يفهم منه قاده صحيح ومنه اشتغل صحيح، وخاصة بهذا الوضع وبهذا اليوم، ومن هو اللي كان سبب الويلات مالته، يفترض انه كافي. وموضوع الانتخابات هو موضوع حساس جدا، هذا الكلام للشارع الشيعي ولا للشارع السني؟ خلي يفهمون، خلي يعرفون المن ينطون صوتهم، لا يظلون يركضون ورا فلان. نعم، راح نشوف ازمات اكبر واكثر في الايام القادمه بسبب يعني قرب الانتخابات. يعني اذا ما شوفي الانتخابات شلون ما انت تريد تدخل امتحان، نعم، شو تحضر لهذا الامتحان؟ ايش راح تكون اجابتك صحيحه؟ راح تكون تجيك درجه نجاح بنسبه شو اسمه الاجابه مالتك بنسبه صح راح تكون جيدة، ولا سامح الله لا. إذا كانت مو صحيحة راح تجيك الأمور مو إيجابية. أريد أختم وياك لأن خلص يعني أنت لازم تغادرنا، لكن بس أريد أسأل عن بابل، يعني كانت حصتهم بالشهداء ثاني محافظة بالعراق، أريد أعرف انطيتوا حقوق شهداء سبايكر يعني كنواب هذه المحافظة، لأن أعلى نسبة الشهداء يعني من شوفي. باقي المحافظات ثاني. مسألة واحد ينطي حقوق ما ينطي حقوق، مو تقول لي اللي قطعة أرض لو مبلغ لو راتب، هذه ما تنقال لها حقوق، لأن عمر الدم ما إلى لا وفى ولا جزاء. يفترض الدم دم، يعني المفروض المفروض هاي الدماء اللي سالت المفروض تصير لنا رحمة وتصير لنا تلاحم وتصير لنا تآخي ما بيناتنا. أما مسألة الحقوق مع القطعة ومع الرواتب، لا أنا أقول لك ولا يمكن ولا واحد لحد الآن ما كلها استلمت، وكل من أخذ اللي ذن اللي نسميه العينات البسيطة أنا أشوفها بسيطة نتيجة اللي التضحيات والدم اللي ينطى. وأعتقد أن الرقم مو 1700، أكثر من 1700، وبابل يمكن هي أول رقم في عموم العراق، لأنه أكثر من 400 شهيد لدينا في محافظة بابل من شهداء سبايكر. ولحد هذه اللحظة الآن جاي تجي رفات و من الفحص مال الدي ان اي، تجينا رفات لبعض العوائل ويستلمونهم اهاليتهم
والله كأنه الفاجع اليوم مو صار لها 7 سنوات. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من قام بهذا الفعل الشنيع، حسبنا الله وكفى. أشكرك سيادة النائب، وممكن يعني تقدر تغادرنا، لكن أنا راح أسأل سيد العوداوي عن هذا الموضوع. تفضل سيد العوداوي. والله عظيمة، يعني المسألة ما مسألة استحقاقات بقدر ما مسألة أخذ الحق والثأر. شوف هذا الموضوع يلفت انتباهي إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه مستوى الانضباط لدى عشائر هؤلاء الشهداء اللي لحد هذه اللحظة لا زالوا ينتظرون الإجراءات وينتظرون استلام الجثث ومنها ضمن الفحص وغيره، وفضلا عن عشرات لم يستطيعوا أن يعثروا عليهم، ولا زالت الفيديوهات حية، نشاهد احنا فيديوهات كيف يتم تصفية ابنائهم وغيرها. هذا يجب أن يقف أمام، يعني كل مرة يشنع بالإعلام على عشائر الجنوب أي حدث يصير، إطلاقات نارية وغيرها، وتبدي القنوات تتحدث عن عشائر وسلاح العشائر وعدم انضباطها. هذه حادثة واضحة جدا ودليل حي على أن هذه العشائر منضبطة وتتبع مرجعية رصينة وتتبع أبعاد حقيقية وتفهم المغزى الحقيقي من هذه المعادلة، رغم التضحيات رغم عدد أشهادها، لكن ما انجرفت إلى ساحة المهاترات والاقتتال الطائفي ولا غيره، وما زالت منضبطة. وحتى اليوم من تروح تستذكر أبنائها تحدد هذه المسألة وتتفاهم مع من. شكرا جزيلا. خلي انتقل لسيد جبار المشهد. يعني سيد جبار، يعني في يعني ظل ظروف يعني يعيش العراق، وفي ظل ازمه ماليه اقتصاديه ازمه امنيه مثل ما تحدث السيد العوداوي، في ظل وجود انتخابات يعني قادمه، يعني بعد ان 4 اشهر على الانتخابات، وفي ظل تصارع كتل واحزاب سياسيه، شلون ممكن يكون قادم الايام في ظل ظروف امنيه نعيشها هذا اليوم؟ ربما البعض يعتبرها يعني مو قوية، مو يعني في ظل ظروف هشة. ست هيفاء، أنت متفائلة كثيرا، ماكو شيء اسمه انتخابات بعد 4 أشهر ابتداء، وهناك سيناريو تم الاتفاق عليه إقليميا ودوليا، وهو سيناريو سيء ويريد العصف بالعراق وفتح صراع دموي شديد في العراق بهذه العقلية وبهذه السيناريو تعامل مع العراق. ماكو شيء اسمه انتخابات لا بعد 4 أشهر ولا بعد غيرها. أخذ الكلام من عندي، أنا أول من قال أنها لن تجري في الشهر السادس ولا في شهر 12، أخذيها من عندي، لأنه مستوى الصراع الداخلي في العراق وصل مراحل الله يسترنا من عندها، الله يحمي العراق وأهل العراق شعب العراق. تقصد سيد جبار أنه وصل الصراع إلى كسر العظم، لكن أنا أقول لك وأكد لك أنه الانتخابات راح تكون يوم 10 يوم 10 10 يعني أنا أقول لك الانتخابات وأنا أكد أيضا يعني تكون يوم 10 10 إن شاء الله يجي 10 10 إن شاء الله 10 10 يجي وأخابرك، إذا ما طلعت في البرنامج تتخابر إن شاء الله. لا إن شاء الله، إن شاء الله نتخابر، وإن شاء الله يكون شاء الله. تكون ضيفي شاء الله. وإن شاء الله يطلعون كل العراقيين من بيوتهم ويسووها هوسة جنوبية وأيضا هوسة بصلاوية، وأيضا ينتخبون الناس اللي تخدم هذا البلد، ويكون بالفعل كرفان كبير أو يعني مهرجان كبير جدا حتى نقدر نحقق فتشيل هذا المواطن. غير الانتخابات ماكو يعني بعد، خلاص الأزمات راح تكون موجودة، الصراع راح يكون كبير قبل الانتخابات. سيد العوداوي، الانتخابات ماضية أكيد إن شاء الله، الانتخابات تجري بعشرة عشرة ولن تكون 11 10، وسيندحر المشروع الأمريكي الذي يحاول أن يعطي صورة سوداوية للأسف. ويوم أمس كان هناك اتفاق بين أغلب القوى السياسية على أن إصرار أن تجري 10 10، لأن ليس لنا خيار إلا الديمقراطية. هذا الصندوق أعطينا عليه الدماء كثيرة، نعم هو ليس النموذج ولا سيحقق كل الأماني، لكنه أفضل ما موجود بهذه المرحلة. شكرا جزيلا. بالختام عندي كلام، كل ما وصلت الانتخابات يبدأ التدخل الأجنبي لتأسيس الطائفية حتى يدعمون جماعتهم ويفوزون بالانتخابات ويحققون مبتغاهم، بس هذا مستحيل يحصل، لأن شعبنا بحياته والله ما يؤمن بالطائفية، واللي يطلب بدليل أنطيه. ما حد من عندنا ينسى فزعة الشهيد عثمان العبيدي ابن الأعظمية حتى ينقذ زوار الإمام الكاظم عليه السلام، وما حد ينسى من عندنا
نزوح حوائل مدينة الصدر بأزمة 2003 إلى ديالى وفتحوا الأبواب لهم، وما حد ينسى موقف الشهيد حيدر المياحي مع النازحين لما قال بعلو صوته إحنا أهلكم لا تخافون، وما حد ينسى موقف أم قصي مع جنود سبايكر اللي كانت مستعدة للتضحية بحياتها من أجل إنقاذهم، وما حد ينسى موقف أهل النجف وكربلاء وبغداد مع النازحين لما فتحوا الأبواب لهم، وما حد ينسى وقفة المسلمين مع المسيحيين في فاجعة كنيسة النجاة، وأيضا مواقف أهلنا المسيحيين مع المسلمين وباقي الطوائف. أنا أريد أقول شيء واحد، شعبنا 20% منه والله العظيم الأم سنية والأب شيعي، لو بالعكس كل هاي المواقف تنطي دليل قاطع أنه نسيج هذا الوطن لا يمكن أن ينقطع بفعل سياسة طائفية همها تجني مصالحها وتضحي بهذا الشعب. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.